رجال الله أعينونا بعون الله رجال الله أعينونا بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد السادات ونور الموجودات، يا من هو الملجا لمن مسه ضيم وغم والم، يا اكرم الوسائل الى الله تعالى، يا اكرم المستند اتوسل الى جنابك الاعظم بآل السادات وآل الله وآل بيتك الكرام، لدفع ضر لا يدفع الا بواسطتك، ورفع ضيم لا يرفع الا بدلالتك، بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، نبي صديق سلمان قاسم جعفر طيفور أبو الحسن أبو علي يوسف أبو العباس عبد الخالق عارف محمود علي محمد بار السماسي، سيد أمير الكلان خاجراتي النقشبند على الدين يعقوب عبيد الله محمد زايد درويش محمد خاجك الأمكنكي محمد الباقي أحمد الفاروقي محمد ناصور سيف الدين نور محمد حميم الله عبد الله الشيخ خالد الشيخ اسماعيل خاص محمد الشيخ محمد افندي اليراغي سيد جمال الدين الغنوكي الحسيني ابو احمد السغوري ابو محمد المدني سيدنا الشيخ شرف الدين الدهستاني سيدنا مولانا الشيخ عبد الله الفائز الدهستاني سيدنا مولانا سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني امام العارفين امان الحق لسان المتكلمين عبد الله السخاوي عارف الطيار المعروف الحار برهان الكرماء غلط الانام يا صاحب الزمان ويا صاحب العنصر يا جبريل يا ميكائيل يا اسرافيل يا عزرائيل يا منكرين ونكيرين يا سيدنا طبيب الكرو يا سيدنا عيسى يا 124,000 انبياء ومرسلين يا ابا ايوب الانصاري يا رويس القاري سيدنا ابا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي يا سيدنا حمزه يا فاطمه الزهراء يا حسن يا حسين يا بدلاء يا نجباء يا نقباء يا اوتاد يا اخيار يا مسلمان جن عموما يا حياة الأولياء ذرة الأولياء يا أهل البرزخ مجتمعون يا سادات النقشبنديون يا أولياء الله عامة أجمعين رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى الأعضاء بفضل الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى نهضى بفضل الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى نهضى بفضل الله رجال الله رجال الله رجال الله أعينونا بفضل الله مدد يا سلطان الأولياء يا سيدنا. Anyone keep that dua in his house and running on a tape, that house will never see jinn in it or difficulties in shop. This is Grand Sheikh, may Allah bless his name. He ordered us to recite that dua. It is the Golden Chain Awliya's name. هم قاضی هم نقشیم نو شیخیم شهاد الله نران الله قریب کتاب